بسم الله الرحمن الرحيم، أتشرف إن أنا أكون معكم دكتور محمد المرشدي، أحد أعضاء فريق التخدير والعناية المركزة بمشروع زراعة الكبد جامعة المنصورة. نحاول نبسط النهاردة الـ Surviving Sepsis Campaign Guidelines on Management of Critically Ill Adults with COVID-19. كلامنا كله إن شاء الله هيبقى based على الـ recommendations من الـ Surviving Sepsis Campaign اللي هي بيعتبروها الـ leading guidelines في أي حاجة خاصة بالسبسس. الـ highlights نتكلم النهاردة على infection control and testing, hemodynamic support, ventilatory support and selected items of therapy، لأن الموضوع بتاع الـ therapy ده موضوع كبير ولسه ما فيش فيه guideline إلى حد موثوق فيه يعني. General rules: your safety is an absolute priority. أهم حاجة هي السيفتي بتاع الفيزيشن، لأن أنت لا قدر الله لو حصل لك حاجة أنت هتتحول من طبيب إلى مريض. الخمسة ستة مثلا المرضى اللي معتمدين عليك هيتحولوا إلى ستة سبعة وهيبقوا عايزين طبيب آخر في كونديشن بتاع شورتج اللي احنا عاملين أساسا عليه الكورس ده. هيبقى طبعا الوضع كده مش تمام. minimize the time in patient room، الكلام ده including the number of personnel, the frequency of entrance and the duration of each entrance. always adhere to guidelines. safety first always and last. دي صورة في ماونت سيناي هوسبيتال، زي ما شايفين هنا عاملين الوصلات حتى بتاع الانفيوجن طويلة جدا عشان يقللوا الانترنس للبيشنت روم. زي ما احنا بنقول دي من الحاجات المهمة جدا. اول حاجة الانفكشن كنترول اند تيستنج، اهم حاجة الايروسول جنريتنج بروسيدورز اون بيشنت وذ كوفيد 19، يو ماست يوز فيتد ريسبيريتور ماسك اللي هو ال N95 او ال FFP2 او اي equivalent ليهم. الفرق بينهم ان ال N95 ده الابروفال بتاعه من ال CDC في ال US وال FFP الابروفال بتاعه في ال European Union، طبعا بالاضافة الى بقية ال Personal Protective Equipment او الاختصار اللي هو PPE. معناها ايه Aerosol Generating Procedures؟ Aerosol دي abbreviation for aerosolution which is a suspension of fine solid particles or liquid droplets in air or other. دي لستة بال AGP ال aerosol generating procedures. هنلاقي فيها حاجات common جدا انها هتتعمل على العينين دول: intubation extubation, manual ventilation, suction, CPR, bronchoscopy, non-invasive ventilation وال induction of sputum. طيب ليه ريسبيريتور او ليه بنقول ال N95 وال FFP2 مش الماسك العادي السيرجيكال ماسك او الميديكال ماسك؟ ده الايكويفالنت بتاع ال N95 وال FFP2 او N99 وال FFP3، زي ما قلنا ده الابروفال بتاعه في من ال CDC وده الابروفال بتاعه من اليوروبيان يونيون. الارقام دي بتاعنا ايه على ال FFP؟ دي اختصار فلتر فيس بيس. ال1 reduces الاكسبوجر باي نمبر باي فاكتور 4، 2 reduce اكسبوجر باي فاكتور اوف 10، اند 3 reduce اكسبوجر باي فاكتور اوف 20. وهنلاقي مكتوب هنا ايربورن بارتكلز. الحاجات دي ممكن كمان الى حد كبير بتستخدم في الهندسه في الاماكن الصناعيه في اماكن المايننج في التعدين بيلبسوا الماسكات دي. أتشرف إن أنا أكون معكم دكتور محمد المرشدي، أحد أعضاء فريق التخدير والعناية المركزة بمشروع زراعة الكبد جامعة المنصورة. نحاول نبسط النهاردة الـ Surviving Sepsis Campaign Guidelines on Management of Critically Ill Adults with COVID-19.
اول حاجه الانفكشن كنترول اند تيستنج، اهم حاجه الايروسول جنريتنج بروسيدورز. On patients with COVID-19, you must use fitted respirator mask اللي هو ال N95 او ال FFP2 او اي equivalent ليهم. الفرق بينهم ان ال N95 ده الابروفال بتاعه من ال CDC في ال US، وال FFP الابروفال. General rules: your safety is an absolute priority. اهم حاجة هي السيفتي بتاع الفيزيشن، لان انت لا قدر الله لو حصل لك حاجة انت هتتحول من طبيب الى مريض. الخمسة ستة مثلا المرضى اللي معتمدين عليك هيتحولوا الى ستة سبعة وهيبقوا عايزين طبيب. الـ indication for diagnosis and testing، طالما indicated pandemic يبقى اي عيان في respiratory infection should be considered COVID-19 أو SARS-CoV-2 until proved otherwise. البسمة هناخدها منين؟ اللور أحسن من الأبر respiratory tract، التراكية الأسبيريت أحسن من البرونكو ألفي لافاج أو سبيوتم اندكشن. مش أحسن في الريزلت، أحسن علشان دي less aerosol generating. خلي بالنا دايما ان 30%، وفي ناس قالت نسب اعلى كمان بيبقى فولس نيجاتيف، وفي ناس قالت السامبل الثانيه كمان بتبقى فولس نيجاتيف، وفي ناس قالت انها بتفضل للثيرد ويك نيجاتيف. طبعا موضوع شائك الى حد كبير. زي ما قلنا البي ال والسبيوتم عيبهم ان هم بيزودوا الايروسول جنريشن. سبورتيف كير، الهيموداينامك سبورت. احنا عندنا تو كوز اوف شوك هنا، يا اما السيبتك شوك بيحصل معاه فاز دايليتيشن، او كارديوجينيك شوك لان الكورونا فيروس بيعمل مايوكاردايت. اول حاجه فور مونيتورنج، يعني انت احنا دايما لما بنيجي نعمل الاي بي سي بنعمل اسيسمنت وبعدين انترفينشن وبعدين ري اسيسمنت. فالاسيسمنت بتاعنا هيبقى دايناميك بارامتر، دي بعيده قوي عننا، هم ريكومندنج ولكن دي بعيده شويه عننا لان محتاجه سوفيستيكيتد تكنيكس، و يعني على سكيل واسع هيبقى صعب تتوفر حتى في الدول اللي موجوده فيها التكنيكس دي. هنمجر بقى الحاجات الكلينيكال القديمه بتاعتنا، السكن تمبريتشر، الكبيري فيل والسيرم لاكتيت. والكبيري فيل ده من الحاجات للاسف منسيه، وهي ليها قيمه كبيره جدا. هتلاقي في الاخر نفسك بتعتمد على البلاد بريشر زي ما انت شايف هنا والسي في، وزي ما قلنا الكبيري فيل بنعمله زي في خلال خمس سكن في خمس ثواني، بتضغط على ضفر العيان كده لغايه ما بتلاقي اللون بقى ابيض، وبعدين تعمل ريليز. المفروض ان اقل من ثانيتين الكالر بيرجع، اكتر بيبقى التيست يعني تقدر تقول ايكوفوكال. اكتر من خمس ثواني لا، يبقى كده في اكتر من ثلاث ثواني يبقى كده في مشكله، والعيان ده البرفيوجن بتاعه هو اساسا معمول للاطفال في الديهايدريشن في الدايريفيك، بس بنعتمد عليه برضو هنا في الهيمودايناميك تورنج. طيب الريسسيتيشن هنشتغل فيه بايه؟ الاول يعني اي حاجه فيها لانج هنحاول نبقى كونزرفاتيف، نحاول ما نجريش قوي على الفلويد، يبقى كونزرفاتيف اذر ذان ليبرال استراتيجي. تاني حاجه هنستعمل الكريستالويد اوفر كولويد، ودي زي ما شايفين هنا فوق احنا بنقول suggest يعني weak recommendation، انما تحت بنقول we recommend يعني هنا strong recommendation. الكريستالويد افضل من الكولويد، ودي للاسف خطا شائع بشوف كتير من الزملاء حتى عندنا في التخدير والعنايه، ان بيجي حاله السبسيز. الكلام ده في اي سبسيز مش هنا بس، بيجي حاله السبسيز بيديها الستارش، وده طبعا حاجه مش زي ما احنا شايفين هنا كمان بنستعمل بالانسد كريستالويد احسن من الان بالانس. يعني ايه؟ يعني اللينجر استات او الرينجر لاكتات، الاستات افضل طبعا، افضل من الصلاين. مفيش يبقى الصلاين، مفيش يبقى زي ما شايفين ريكومند اجينست الستارش. بلاش يا جماعه الستارش، يبقى واحد الرينجر استات، اتنين الصلاين، الستارش لا، واحد اتنين الستارش لا، 1 2 and not 3. زي ما شايفين هنا برضو اجينست الكولويد،
سواء الجيلاتين الدكستران او الروتين يوز اوف الون. يبقى جنرالي الكولويد لا. طيب السبورت البريسور سبورت او الفازوبريسورز دي طبعا دي هتبقى ليها محاضره لوحدها، ولكن جنرالي اول حاجه النور ادرينال او النور بنفرين، تاني حاجه الابنفرين، الويك ريكومنديشن اجينست دوامين يوز، ولكن هو الدوامين ما عادش مستحب قوي، ده موضوع كبير يعني اللي ممكن نتناقش فيه لاي ليفل. هنقف عند التارجت بتاعنا مين اطيب بلد بشر من 60 ل 65، وان كان دايما لما بيبقى فيه عيان فيه سيبسز وبيحصل فيه رينال بروبلم النفرولوجي بيحبوا قوي يعلوا المين فوق ال 80، ولكن ده ممكن يبقى يعني صعب شويه، يعني التارجت يعني على الاقل 65. طيب النقطه الثانيه، لو لسه في بيرزيستنت هايبوتنشن او هايبو بيرفيوجن، ودي هتبان اكتر بقى في ايه، ان احنا هنعمل السيروم لاكتيت هنلاقيه لسه عالي، يعني الضغط عالي ومع ذلك لسه السيروم لاكتيت عالي، اذا لسه في هايبو بيرفيوجن وليس هايبوتنشن. هنا هندي الدوبيوتامين اللي هو هيحسن الميوكاردال كونتراكتيليتي، وبيعمل الى حد ما بريفرال فازو دايليتيشن بالذات في السبلانكنيك بيد، ودي بتقلل التيشو اسكيميا على التيشو ليفل. طيب الاسترويد في البريسور ريزيستنت شوك بندي استرويد، بندي 200 ملي جرام هيدروكورتيزون سواء انفيوجن او انترميتنت دوزز. الريسبيراتور سبورت هنتارجت اوكسجين ساتوريشن اباف 90، الافضل اباف 92، وان كان في ايطاليان اكسبيرينس اعتقد كانت سنجل سنتر ان الديتيريوريشن بيبقى رابد، فالافضل ان احنا اول ما البيشنت يوصل 95 نبدا نحضر للانتوبيشن والميكانيكال فنتليشن. طيب اول حاجه في السبورت ايه؟ الهاي فلو نيزل كانولا احسن من الماسك، مور بيشنت كومفورت وليس ايروسول جنريشن، ليس سيديشن نيديد، و هي طيب من الريسبيراتوري سبورت، ليس طيب من الريسبيراتوري سبورت، انت هنا مش هتدي سيديشن، مش هتدي ريلاكسنت عشان تسيب العيان على ميكانيكال فنتليشن، حتى بيفضلوها كمان على النون انفيسيف بوزيتيف بريشر فنتليشن اللي هو بيبقى ديستريسنج شويه للبيشنت. الثيرابي زي ما قلنا هنتكلم على سيلكتد ايتمز، الانتيبيوتيك لان نسبه كبيره بيجي لهم سكند بكتيريال انفكشن، لو هو جاي من بره اوريدي بالنيومونيا غالبا بتبقى كوميونتي اكوايرد، غالبا بيبقى جرام بوزيتيف اورجانيزم، احنا بنقول ضمن غالبا على ما تظهر نتيجه المزرعه غالبا ده بيبقى جرام بوزيتيف، لو هوسبيتال اكوايرد عشان الجي اي تي اورجانيزم والترانسلوكيشن اللي بيحصل والجي اي تي اسكيميا بيبقى غالبا جرام بوزيتيف، وغالبا بندي حاجه انتي سودومونال. سبورتيف كير الهيموداينامك سبورت، احنا عندنا تو كوز اوف شوك هنا، يا اما السيبتك شوك بيحصل معاه فاز دايليتيشن او كارديوجينيك شوك لان الكورونا فيروس بيعمل مايوكارديت. التيك هوم مسج زي ما قلنا البرايورتي هي السيفتي، دايما البروتكتيف اكويبمنت، ودايما يا الفيس ماسك يا الاف اف بي 2، وزي ما شايفين هنا حتى الصوره دي او الجراف ده مزود حتى ريكومنديشن كاتب اف اف بي 3 وليس اف 2. دي الملخص بتاع السرفايفنج سيبس كامبين على الكوفيد، زي ما شايفين هنا البيست براكتس دايما الايروسول جينيك بروسيدور في النيجاتيف بريشر روم، احنا قلنا تبقى صعبه دي عندنا،
والفيتد ريسبيريتور ماسكس، والبيرسون وذ موست اير واي اكسبيرينس هو اللي ماست يمانج الاير واي. زي ما شايفين هنا الحاجه الوحيده السترونج اللي هي اجينست الهيدروكسي ايثايل في ريسسيتيشن. ربنا يعدينا من الازمه دي على خير، وان شاء الله ما نوصلش للمرحله دي. اند ثانك يو، سعدت جدا ان انا اكون معاكم، ويا رب اكون المحاضره كانت مفيده لحضراتكم. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.